ورحمة الله. إن شاء الله اليوم عندنا رحلة تفقدية لمصنع سيكو، مصنع الأواتر الذكية في مصر. المصنع ده أول مصنع لصناعة الأواتر الذكية في مصر العربية. إن شاء الله تكون رحلة موفقة كده، ونقدر نصور مراحل صناعة الهواتف جوه المصنع إن شاء الله. شكرا. ظالمني والله، والله احنا بنستأذنكم بس في ناحية تنظيمية بسيطة جدا على اساس ان العدد كبير. احنا ان شاء الله هنتقسم جوه لمجموعتين، كل مجموعة هتبقى 25. خلي بقى مجموعة شبرا، كل مجموعة هيبقى معاها 2 مهندسين از جايد فور ذا يعني كمشرفين. مصطفى المجموعة الأولى هتزور صالة التصنيع، والمجموعة الثانية هتزور صالة التجميع، وبعد كده هيحصل العكس، فكل واحد هيزور كل مكان. ان شاء الله احنا دلوقتي هنخش على المصنع، دلوقتي داخل المصنع ان شاء الله. والله الدكتور داخل العملية. هبعته لك على القناة بتاعت اليوتيوب، هيطلع على اليوتيوب. السلام عليكم. اه لو فاتح داتا جوه الطول كويس. لا جوه هتلاقي شغال كويس. لا ما عاوز شبكة عندنا شبكة قطع عندي. بسم الله. بلاش انت تتكلم. مع حضراتكم الباشمهندس احمد ماهر المسؤول عن الانتاج داخل الصاله. شرفت يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بيكم في صالة الاس كي دي شركة سيكو تكنولوجي سيكو اي سيكو. احنا عندنا 3 خطوط انتاج وخط تدريب، خطين تجميع، خط تغليف، والخط الاخير بتاع التدريب. دلوقتي هنتفرج على انفينيتي ماكس. قدام كل عامل بمرحلة بتاعته في حاجة اسمها اس او بي.
الاس او بي دي بتشرح له كل تفصيله بيعملها في المنظومه بتاعته بتعمل فيها ايه، سواء بيعمل تيستينج سواء بيعمل اسمبلي. بس عايزينكم بس بعيد عن الخط الاصفر. كل نقطه ليها حاجه محدده بتعملها على الاس او بي بتاعتها، سواء فحص البي سي اي، تركيب الكونكورنت على البي سي اي زي الريسيفر السبيكر الفايبريشن. اتفضل. وليد نصنع احنا الحاجات اللي بتيجي بنلحنها دي ان احنا بنصنعها، احنا عاوزينها كده مش عاوزينها فرحتين. الناس مش عاوز تحرك ليه؟ ما هو الطابور بقى بيحرك. ايه اللي Thank you.
كده بعمل انجكشن السوفت وير الاي نمبرز والسيرفر طلع الجهاز ده السباوري بس هنا بوزن الجهاز بطمن الاكسسوار بتاعته كاملة. بعد كده المرحلة النهائية والأهم OQC. OQC دي بتختبر الجهاز زيها زي FQC مع الخط بس زيادة أنا بختبر الماتيريال بتاعة البدي بطمن إن فيه كل حاجة سليمة. لو في أي ربط بالنقطة دي برجع الجهاز على الخطوط وبعيد تشغيله من أول وجديد. دي غرفة الهواء اللي هي وظيفتها ازالة اي اتربة على الملابس بتاعتنا.
علشان خاطر دي تعتبر غرفة نظيفة كلين روم. هنا في صالة التصنيع هيبقى معانا مهندس خيري هو اللي يقوم بعملية الشحن بتاعت مراحل كلها. اتفضل. الصالة هنا دي خاصة بإنتاج كل المذر بورد أو البوردات اللي هي خاصة بأنواع الموبايل اللابتوب التابلت الكمبيوتر. البوردات بتيجي تخش من هنا بتبقى بتخش بوردة فاضية، نبدأ نطبع حاجة عليها اسمها سولدر بيست اللي هو معجون اللحام اللي هو أنا هستخدمه في لحام الكبد. نبدأ العملية دي عملية طباعة اسمها سولدر بيست اللي هو معجون لحام، ده اللي هو التكنولوجيا الحديثة بتاع إنتاج البوردات دلوقتي اللي هو بنسميه سيرفيس ماونتنج تكنولوجي او الـ SMT. ماشي؟ هطلع يا جماعه عشان تسمعوا. ممكن ايمن يقف في النص فدي اول مرحله في الطباعه في السولدر بيست. بعد كده بنعمل عمليه فحص الطباعه اللي تمت، هل هي تمت بجوده عاليه ولا في اي خطا؟ طبعاً الخطوط دي خطوط ياباني من شركة فوجي. هنا مرحلة تجميع الخامات الإلكترونية اللي هي الـ SMT Component اللي هي موجودة معانا هنا في الجهة دلوقتي على الماشين. هو كل IC مكون ساكنين على البوردة الشبلونة اللي احنا عملناها. مكون. مقاومة، مكثف، كوين، كونسوليتور، اللي هو اسمه ايه؟ كل الخامات اللي بتبقى في كل حاجه فين هي بتنزلها وده هنا. بعد كده بيبقى عندي اخر مرحله هنا في الخط التجميع ده اللي هي مرحله اللحام. اللحام ده احنا حاطينه ليكويد اللي هو زي الازهير السولدر بيست اول حاجه. سولدر بيست او معجون لحام. سولدر بيست معجون اللحام. نحط الاول بعدين نحط عليه الخامات بعدين نخش هنا مرحله اللحام عشان يسيح الازهير ده ويبدا الخامه تمسك في الجزء. كل ده الفورم ده خاص بعمليه اللحام. طب هي ايه اللي في المرحله دي اللي احنا صنعناه؟ يعني ايه اللي قبل ما يختم من اول البورده ايه اللي احنا صنعناه؟ اللي احنا يعني بنصنع هنا هو عملناه البورده بتيجي فاضيه بنحط عليها الخامات دي كلها عمليه تجميع. احنا ولا برضه من جديد؟ لا الخامات تجميع بس. بص حضرتك من الناحيه العالميه والاقتصاديه معروفه تصنيع البي سي بي او الخامات ليها شركات معينه ثلاث اربع في العالم بيغذوا العالم كله. كل اصلا عشان صنع الخامات وصنع البوردة ده موضوع كبير زي الهاردات زي اي كبير. انما احنا بنخش في عمليه انتاجيه ممكن نعمل السوفت وير نعمل الديزاين بتاع البوردة احنا اللي نعمله كل حاجه نعملها. انما لما تيجي تجيب خامات بتجيب من الشركات المخصصه في الانتاج انت بتعمل الديزاين بتاعك وتشتري الحاجه. اي مكنه لو فتحت اي مكنه اي حاجه اي عربيه بتاع عربيه لو جديد هتشوف كل حاجه كل قطع من بلد من شركه مش واحد بيقوم مثل شركه نيسان مثلا هي اللي عامله العربيه كلها كل الخامات اللي جوه فيها كان نيسان. تلاقي الموتور من حته مش عارف ده من حته ده من حته هو اللي بيعمل ديزاين الفكره وبيجيب الخامات اللي تنفع. هنا ده اللي بيبقى الحاجه اللي فاتت دي دلوقتي بقى اللحام خرجت تبدا دي اللحام بعد اللحام المكنه على طول.
احسن واحد دي زود السلام عليكم.